وقع مجمع متيجي المختص في الصناعات الغذائية على اتفاقيتين لتسويق في منتوجات العجائن والكسكس إلى كل من وادي بو ونواكشوط بقيمة 3 مليون دولار. جليلة بلحاج. وقعنا اتفاقيتين لتزويد زبونين، واحد في نواكشوط وواحد في وادي بو. تاع نواكشوط سي ان كونترا دو فونت تاع 10 حاويات في الشهر، هي اتفاقيه سنويه بقيمه مليونين دولار، والزبون الثاني اللي هو في وادي بو 5 حاويات في الشهر لمده سنه بقيمه تقريبا مليون دولار. تمام.